أخبار اليوم. طبعا من النجم الكبير محمد عساف، تقول لنا ايه النهارده عن شعورك وفيلم لك ويمكن اول تجربه لك تشارك في مهرجان دبي يطير يا طاير؟ يعني بصراحه سعيد اولا فيكم في البدايه، سعيد انه انا اكون في هذا المهرجان. طبعا الفيلم اليوم هو فيلم ذا ايدل او فيلم يطير الطاير، هو مقتبس من قصتي، بتحدث عن كثير جوانب، بتحدث عن محمد، قد المعاناه اللي انا عانيتها لحد ما وصلت يعني النجومية والشهرة هاي اللي أنا وصلت لها. القصة بالتحديد أو بالأكثر بتتحدثش بس عن محمد كمحمد، بالعكس بتحكي عن حقائق موجودة داخل المجتمع الفلسطيني، وخليني أحكي كمان المجتمع العربي والشباب العربي، إنه بدنا نحكي عن الأمل بشكل يعني بركزي على موضوع الأمل، إنه رغم المعاناة اللي أنا بعيشها كفلسطيني أنا وكل إنسان فلسطيني بعيش معاناة الاحتلال والحصار، إنه أنا إنسان، أنا عندي أحلام واستطعت أنه أنا أحققها بعزيمتي وإصراري والأمل الموجود عندي رغم كل الظروف المحيطة فيه. الفيلم بيتحدث عن هاي القصة، وأنه دائما الإنسان يجري وراء أحلامه، أنه مهما كان في عوائق كثيرة في حياته إلا أنه ممكن يوصل، وهذه الرسالة اللي حبينا نوصلها من خلال هذا الفيلم. أخيرا أراب أيضل بيمثل لك إيه بعد الشهرة؟ يعني هو الأمل للشهرة، يعني عن جد سعيد جدا أنه أنا الحمد لله رب العالمين أنه أنا استطعت يعني أقطع شوط طويل يمكن في فترة قصيرة. عن جد بدي أشكر رب العالمين أولا، بدي أشكر كل الناس اللي دعموني في أيام أراب أيدل وما زالوا بيدعموني لحد هاي اللحظة، أنه أنا لولاكم يعني ما وقفتش النهارده وعملت معاك الانترفيو ده. منك حاجه صغيره للانترفيو، يلا اخبار اليوم. كل يوم نقول اليوم تتحقق الاحلام، يا قلبي يا محروم من فرحة الايام، وتاهت خطاوينا ومنه بدنيا اليوم تاخذ بيادينا، وكل يوم كل يوم نقول اليوم